السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. بعد فك الحصار عن مبنى مجلس القضاء عاود استئناف أعماله بشكل طبيعي بدءا من اليوم الأربعاء، لكن ما جرى في ميزان السياسة لا تزال تفاعلاته مستمرة وأزمت المشهد بين الصدريين والإطاريين، ووضعت هذه المعطيات البلاد على صفيح ساخن إذا ما استمر هذا التباعد في المواقف بين أقطاب الاختلاف، وصولا لصدام الشارع أو الفوضى السياسية أو حتى التدخل الخارجي. وهذا ما شددت عليه الرئاسات في اجتماعها اليوم في قصر السلام، وأكدت أن استمرار حالة الاضطراب السياسي ستؤثر سلبا على الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار، ويؤثر أيضا في مكانة العراق دوليا، ولا بد من مواقف جادة وحاسمة لتدارك هاي الأزمة. من جانب آخر، الخراب اللي يلف البلد من شرقه إلى غربه والتعرض لهيبة الدولة ومؤسساتها خلال هاي المدة تحديدا اللي تصاعدت بها الأحداث وتسارعت بشكل ملحوظ، لم يسبق للبلد أن يتعرض لهكذا حراك منذ أعوام عدة، بعضها تتعدى على مؤسسات الدولة وأخرى تدافع للحفاظ عن شرعيتها. لكن توقف أميال الساعة برفض ترشيح رئيس الوزراء من قبل بعض الأطراف المعترضة لربما هي من زادت الأوضاع سوءا بحسب متابعات لمتخصصين بالشأن السياسي. ومن هنا قد تبدو الساحة السياسية اليوم بهذا التشنج والمخاوف المستقبل مجهول. إذن مشاهدي الأحبة، هاي ملفاتنا اللي راح نناقشها هذه الليلة مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. بعد محاصرة مبنى مجلس القضاء ومحاولة زجه عنوة في الصراع المحتدم، بات من الصعب الحديث عن تهدئة الأوضاع. الأزمة في أوج مراحلها، وما يهدئ الموقف الحوار البناء أيضا، فالمغامرة تقرب الذهاب نحو المآلات مجهولة العواقب. إذن نفتح ملفنا ونطلع على مزيد من المعلومات في سياق تقرير الزميل علي حبيب. تصعيدية انقلبت المشهد من دون أن تتغير حالة الأزمة. محاصرة مبنى مجلس القضاء لم تكن موفقة بحسب الإدانات السياسية المتوالية التي أعقبت هذا التصعيد، وبعد ساعات فقط من بدء اعتصامه أنهى التيار ذلك الاحتشاد عند البوابات الخارجية بناء على طلب من زعيمه ليستأنف مجلس القضاء أعماله بعد ذلك بشكل طبيعي. لكن المشهد ما زال محتدماً، وهو بحاجة لضامن يمنع انحدار التطورات إلى الهاوية. نطالب من الحكماء والعقلاء أن يجلسوا على طاولة واحدة للحوار. هذه الأمور تؤدي إلى تعطيل المصالح. اليوم الشعب خارج اللي يطالب بفرض الدولة، بفرض القانون، بفرض السيادة، ويرفع صوته عاليا بأن لا فوضى، لا للفوضى. الاحتكام للدستور والاحتكام للقانون أمر ضروري وملح لجميع فئات الشعب العراقي اليوم. ومع أن الأمور عادت إلى نصابها الطبيعي أمام مبنى مجلس القضاء، وانفض الجمع عائدا إلى محيط البرلمان ليكمل اعتصامه المستمر منذ 4 أسابيع، إلا أن الحادثة الأخيرة تراكمت من الانغلاق السياسي تبعا لوتيرة التصعيد التي تترك نثر التفجير وتحتاج لمحاولات التوفيق وصولا لخط التسوية السياسية. عندنا اليوم القانون والدستور لابد من أن يحافظ عليه ككتل سياسية وكمجتمع عراقي. اليوم الدستور يهان، وهذه الانفلاتات التي تحدث والخروقات للدستور هذه غير مقبول عليها اجتماعيا وحكوميا. وتجمع أغلب الآراء أن الأزمة سياسية صرفة ومن غير المقبول تحويلها إلى صدام الشارع، ولا بد من الاحتكام إلى الدستور. فما يطرح حاليا من مطالب نواياها تهشيم المرتكزات الديمقراطية واكتساح أصول العمل السياسي المقنن بالدستور. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور مصطفى البهادي أستاذ العلوم السياسية. حياك الله دكتور مصطفى، ضيفي الكريم، المحاور بحضرتك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد الحمد الكاتب والصحفي. حياك الله أستاذ محمد. ضيوف الكرام، أجدد ترحاب بحضراتكم. نتحدث اليوم دكتور مصطفى عن الانسداد، لا زال يبحث عن حلول، ولكن الحلول تأتي بانسدادات جديدة. ما حدث البارحة من
يعني اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى لم يمر بسلام كما مر بسلام في الاعتصام اللي حدث أمام مبنى البرلمان. بالتالي بدأت الشخصيات السياسية والمراقبين السياسيين يقارنون بين شخصيتين، شخصية رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما صحيح. تصرف بحسم، وشخصية رئيس مجلس النواب، واثنيناتهم رؤساء سلطات. كيف تنظر إلى هذه المقارنات؟ كل التحية والتقدير لجنابك للضيف العزيز سيدنا المحترم، لمشاهديكم المحترمين. الحقيقة يعني الأداء، احنا دائما نقول جماعة العلوم السياسية هي جماعة وجود من عندنا، لازم احكيها زين، مقترن بالرجال. احنا اليوم نعيش أزمة، يعني هذا خوم متفق عليه. الأزمة صناع هؤلاء، صناعها هم هؤلاء من أليف إلى الياء، من دون ذكر أسماء على مود نختصر اللي عندنا وايد حكي اليوم احنا. زين، هذه الأزمة بحاجة إلى منو؟ بحاجة إلى إجراءات استثنائية بمستوى الحدث. صح؟ هذا منطق، يعني احنا ما ايش اسمه؟ علم يعني قبل ما يكون أي شيء آخر. بمستوى الحدث ما عندنا هيك شيء. رجال يصنعون حلول بمستوى هذه الأزمة ما موجود، بدليل. احنا اصحاب دليل، يعني على مود ما يكون حديث عشوائي وما يكون حديث بي. يعني اليوم مثلا جنابك تبدا تقارن، وهي هاي المقارنة صحيحة، يعني اللي شفناه اللي صار بمجلس القضاء واللي شفناه يعني هي نفس الجهة اللي فاتت على مجلس القضاء تفوت او فاتت على مجلس النواب. فهو السيد الحلبوسي يعني رجل ضعيف، ضعيف في إدارة المجلس، فضلا عن أنه هو ما عاد، يعني خلي أقول لك إياها شكل العراقيين هكذا يقولون، مو أنا، أنا يمكن عندي رأي أكثر تطرف، يقول أنه هو ما حمى مؤسسة دي حمينة. شاف شلون؟ هو هيك يعني أنت ما قادر على اليوم، أنت مثلا قائد عسكري، قائد العام للقوات المسلحة، ما قادر تحمي بيتك وعائلتك، تحميني أنا اللي بطراف الأنبار، بطراف ديالة، بطراف البصرة، بطراف النجف، مو صحيح؟ يعني منطق 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 بسيط جدا، يعني ما نريد نعقد الأشياء مثل ما هي هسه معقدة. فبالتالي يعني مثلا نطلع اليوم على بيان الرئاسات الثلاث، بيان يعني شو أقول عنه، خلي شوية يكون دبلوماسي، خالي من أي جنب عملية، بيان إنشائي، وأنتوا أكبر سلطات. طبعا هذا الكلام ما يشمل فائق زيدان، السيد فائق زيدان رئيس السلطة القضائية، لأن الرجال اختلف. زين زين، وأنتوا دا تقولون يعني الوضيع وأزمة وكذا، وتحكون شلكم محللين سياسي، مع احترامي لجميع المحللين اللي هم بدون سلطات. يعني إحنا لما نقعد محلل قائد رأي، ولكن هذا السلطة أحسنت، عند إجراءات صلاحيات، عند دستور، عند اليوم هو لما اليوم أنا موجود في أي مكان، القانون دي يخونني صلاحيات. أنا لو أكون بمستوى الصلاحيات اللي عندي وأن أمارسها صح، لو أنا وجودي من عدمه مرتبط بما يعني أنجزه بمستوى هاي الصلاحيات اللي عندي، صح؟ ترى هو ما جاب شيء السيد فائق زيدان، احترامنا الشديد إليه، هو فعل القضاء، صح لو لا؟ يعني ما سوفت شيء استثنائي مو صحيح، فعل القضاء. واكو مواد قانونيه تقول يا ابي دكتور مصطفى البهادلي لما يسوي فلان شيء يلاقي فلان شيء، صح لو لا؟ يعني مثل واحد يضرب ترافيك لايت يكون يتغرب، يعني بهالبساطه هذه، صح لو لا؟ هذا ما صار عندي، هذا ما صار عندي، هذه الكارثة. أنت لما رئيس جمهورية ولما تريد وتزاحم في بعض الأحيان، تتذكر الحديث أنه عنده سلطات لو ما عنده وجود بروتوكولي، لو مو وجود بروتوكولي زين، ولما أنت رئيس سلطة تشريعية ولما أنت كذا وكذا مو صحيح. فالمفروض أو خو السلطة التنفيذية، يعني يمكن نفرد لها فتح حديث، لا ليش نفرد لها حديث؟ يعني السيد مصطفى الكاظم، خلينا دكتور اسمح لي انتقل للاستاذ محمد حمد، يعني السلطه التنفيذيه لما يتحدث عنها الدكتور مصطفى البهادلي رئيس الوزراء في حكومه تصريف الاعمال، قطع زيارته الى مصر وعاد راجعا الى بغداد، فبالتالي لما يقارن دكتور البهادلي الرجال بالمناصب
احنا خلي لا نعالج الاعراض، خلينا نرجع الى اساس المشكله. سابقا بعد 2003 كانت هنالك سياسه الاخ الاكبر، سياسه الاحتواء، عندما يصدر راي من بيت سياسي، من غرفه سياسيه، اغلب الاطراف ترضخ وترعوي وتوافق على هذا الراي وتسير الامور. شنو اللي جاي يحدث عندنا؟ شنو الحلقه المفقوده في العمليه السياسيه والمشهد السياسي في 2022 استاذ محمد؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك للدكتور العزيز استاذنا الفاضل الدكتور مصطفى، كذلك كل الساده المشاهدين. المشكله الاساسيه هي تكمن في مصطلح تم ترجمته عمليا بما يسمى ام الولد، وظل هذا حقيقة ربما قضية عملية في التعامل مع الكتل السياسية ومع الأزمات العراقية، على أساس أن المكون الأكبر هو أم الولد وعليه يجب أن يتحمل على حساب الدماء، ويجب أن يجامل على حساب الدماء، ويجب أن يداري على حساب الدولة وكذلك الدماء. ومن المفترض الحلقة المفقودة أن تتعامل الأم بموقعها الحقيقي، لأنها ليست أم، هي أب. متى ما كان هذا الدور للأب حقيقة فاعلا وموجودا وحقيقيا، تجد وضع البلد حقيقة يسير على السكة الصح. وهنا الأب حقيقة إما في وقت من الأوقات كانت المرجعية العليا وأدارت الموضوع حقيقة ووجهت ونصحت وما إلى ذلك، لكن للأسف لم تجد أذانا صاغية. وبالمقابل على النخبة السياسية أن تأخذ هذا الدور، أن يكونوا بمستوى هذا البلد بكل تفاصيله، وكذلك بمستوى التحديات ومستوى الأزمة، وهذا للأسف أيضا لم يحصل. فهذه الحلقة المفقودة سيدي الكريم، أنه عندما تفرط النخبة السياسية بكرامة أبنائها ودمائها الطاهرة فلا تنتظر أسوأ من هذه النتائج الموجودة. طيب دكتور مصطفى، لما نتحدث عن الأزمة السياسية بالتالي، نعم، هذه الجذور السياسية، خلينا شوية نطلع عن جغرافية العراق، نروح إلى الوساطات الدولية أو التدخلات الدولية. من الذي يريد التهدئة للعراق، ومن الذي يريد الشحذ السياسي والاحتراب بين الكتل السياسية؟ يعني أعداء العراق على مود هيجي نخلص من تصنيفات وكذا، يعني أكيد هذا الوضع هو يمثل وضع نموذجي بيرفكت، احنا نسميه بالإنجليزي وضع ملائم، يعني مثالي لهذا، لأن تأثر ولأن السي أكثر ولأن تتعمق مسار أعداء العراق، وهم كثر وهم كثر. أصدقاء العراق، يعني أنا عندي رأي، أقول طالما هو الموضوع عراقي عراقي مو صحيح، فخلي يكون يعني الحل عراقي. يعني ليش دائما أنه الحلول تأتينا من خارج الحدود؟ يعني شو بينا؟ يعني ما عندنا عقيد، ما عندنا بجهة الانتخابات دكتور. ما هو شوف، هذا الوضع اللي احنا نسميه جماعة الكتب، هذا الاستثمار في الأزمة. اكو ناس تستثمر بالأزمة، يعني شايف شلون؟ لان هو ما يعرف يحل، هو يعرف يسبب أزمات. احنا عندنا ناس طيب تعرف تسبب أزمات، ما يعرف يحل أزمة، شايف شلون؟ والمشكلة أكو مجتمع يمكن هم يتعاطف، شو يسميها، يناغم، شو يسميها، يأيد. وبالتالي الأزمات في السياسة منشأها دائما يكون صغير، منشأها بالبداية صغير، لكن لما وهي صغيرة ما يكون إنها حل، تكبر مع مرور الزمن. ليش؟ لأن دائما إحنا نقول الفعل السياسي هو فعل تراكمي، مثل البناء، اما تاسسه على شيء صحيح ويستمر صحيح، واما تاسسه على اشياء واهنه واتفاقات هشه واختراقات للدستور، ويشوف اليوم السياسي نفسه هو اكبر من القانون واكبر من الدستور ويقفز عليه وهو غير مبالي، وبالتالي هذا هو الوضع. يعني أنا يمكن من بدأت الأزمة لحد الآن أقول هو منو صنع الأزمة؟ خلي هيجي يعني نحكي، هو الأزمة منو صنعها؟ أني لو السيد العنزي، لو السيد محمد الحمد مثلا، هو منو اللي صنعها؟ صنعها سياسي، صح؟ يعني هذا منطق سليم؟ زين؟ وبالتالي أقول السياسي اليوم لما هو دا يصنع أزمة في سبيل شنو؟
يعني شو يعني يريد يقول لي يعني سياسي أليف أو باء أو جيم، هو من مصلحتي أني أو من مصلحة الشارع أو على مودنا مثلا، هم يعني كل شيء شي كاتلين نفسهم ويحبوننا هواية زين، وده يسوون هيك بينا، إذا يحبوننا هيك يسوون بينا، إذا يكرهوننا شي يسوون، مو خوش حكي. فأقول أقول إنه الوضع بالعراق سيدي الكريم وضع يعني مثل ما قدمت قبل قليل، وضع استثنائي. هاي الناس اللي موجودة، هاي الناس يعني ما نقول يعني الأغلبية مو مال إدارة بهكذا، ما مر هنا بوضع طبيعي حتى نعتبر هاي الفترة استثنائية. أستاذ محمد لما يسميهم الدكتور البهادلي أعداء العراق، بالتالي يخلي نشوف أنه خطوات للإطار وخطوات للتيار على وجه التحديد. هسه الإطار عندما يكون هنالك منع أو اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، الإطار يقول لك راح يصير وضع يد أممي، راح يصير يعني تدخل أمم بهذه الحالة، وراح نرجع إلى بنود وفصول طائلة بنود الأمم المتحدة، وأيضا السابع وغيره يعني. الفصل السابع والسادس، وأكو بعض أجزاء من هذه الفصول لحد الآن ما طالعين من عدها. لما التيار تدخل وساطات يقول لك بأننا لا نريد التبعية ولا نريد بهذه التسميات التي درجت في الشارع العراقي، بالتالي منو اللي دي يتدخل ومنو اللي دي يهدئ؟ منو دي يتدخل ومنو دي يهدئ؟ منو دي يتدخل إيجابا ومن اللي دي يهدئ، أو يدخل سلبا ومن اللي دي يهدئ إيجابا؟ على المستوى الداخلي تقصد؟ على المستوى الدولي أستاذ محمد. الدولي، شكرا جزيلا. أولا خطوات التيار الصدري هي تمضي وتنسجم وكذلك تنادي بالتدخل الدولي، وهذا طبعا واضح من خلال التغريدات الأخيرة وكذلك ما يتحدث به المقربون أو المحسوبين على التيار الصدري في وسائل الإعلام، ويكررون ذلك طبعا جهارا نهارا ليلا نهارا، يكررون هذا الموضوع بين ضرورة التدخل الدولي والمجيب لحكومة طوارئ بإشراف أممي، وهذا طبعا يتحدثون به علانية. التيار الصدري يتحدث حقيقة وخطواته هو يعلن عنها، وربما يسبق الإطار بخطوة، ودائما الإطار يعتمد على موضوع رد الفعل. نعم الإطار تحسب له إدارة الموضوع الأزمة بحكمة عالية، أنا أسميه صبر استراتيجي، لكن عادة الصبر الاستراتيجي هذا لم يكن متفق عليه بين أطراف الإطار، وموضوع تحت سقف زمن معين فلا فائدة منه حقيقة، لأن هذا يولد نوع من الضجر والملل للقاعدة الشعبية التي حقيقة لم تصارع حتى هذه اللحظة بخطوات الإطار التنسيق، عكس التيار الصدري الذي يتواصل مع جمهوره حقيقة أولا بأول. بالنسبة إلى موضوع العامل الدولي، العامل الدولي موجود سيدي الكريم، لكن خلينا نصنف الآن باعتبار اليوم العالم يعيش وضعا ربما استثنائيا. اليوم موجود حرب باردة علنية ماخذة إلى أوج ربما تصل إلى حد الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بخصوص نقطتين أساسيتين، الأولى العامل الاقتصادي والثاني موضوع تايوان، وكذلك كما هو معروف الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك أيضا الإشارات إلى تدخل الإيراني بالملف السياسي، يعني نريدها حكومة غير تابعة، نريد العراق لا يكون تابع، وهذه التصريحات خلينا نعرف حقيقة. أنت سألتني على العامل الدولي، لم تسألني عن موضوع مؤشرات التيار الصدري بالنسبة للتدخل الدولي. فاليوم احنا لو نقيس العامل الدولي وتدخله، إذا تشوف أنت البيانات اللي صدرت من السفيرة البريطانية في العراق ومن السفيرة الأمريكية في العراق أبان اقتحام التيار الصدري لمجلس النواب العراقي، الأمريكان ماذا قال؟ قالوا نحن مع حرية التعبير عن الرأي، ولكن ضمن يجب أن تعالج الأزمة ضمن الأطر القانونية والدستورية. ما معنى؟ معناه أنه احنا هاي الخطوة ما عندنا مشكلة بها، لأنها تطيل أمد هذه الحكومة اللي احنا أصلا رايديها تبقى، وبنفس الوقت مع مراعاة الأطر القانونية والدستورية، بما معنى يجب أن لا تذهب الأمور إلى صدام، لأن الموضوع إذا ذهب إلى صدام معناتها الديمقراطيين سيخسرون الانتخابات القادمة النصفية في نوفمبر لا محال. ونحن رأينا حقيقة ضغطهم على السعودية لتوقيع الهدنة مع اليمنيين، اليمنيين حقيقة أجادوا التعامل مع اللعبة بشكل رائع جدا، ونتمنى حقيقة على الكثير من سياسة التعلم حقيقة من سياسة أنصار الله بالتعامل حتى بالملفات الدولية، كيف ضغطوا على الأمريكان ورفضوا مهلة الستة أشهر، هدنة الستة أشهر، ليش؟ لأنهم يعرفون إذا ما تأجل الموضوع بعد الانتخابات سيتنصل الجميع عن عهودة ووعودة، فبالتالي أصروا على الشهرين، وبعد الشهرين لهم حقيقة عدة رسائل سيجبرون الأمريكي حقيقة للاستجابة والضغط للسعودية للاستجابة لذلك. ليش؟ الأمريكي ما مستعد اليوم
لتوتر للمنطقة بشكل كامل وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي تؤدي إلى كارثة اقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما هي تعانيه الآن. فبالتالي الأمريكان واضحين بتعاملهم اليوم. للأسف النخبة السياسية لم تستثمر هذا الوقت على سبيل الذهبي والنموذجي للتعامل والفرض حقيقة على الأمريكان الآن، لأنهم يتقبلون كل شيء ويقدمون التنازلات حتى يعبروا حقيقة هذه الانتخابات. فالأمريكي يريد البقاء على هذه الحكومة، وبنفس الوقت لا يريد تصعيد يؤدي إلى صدام. البريطاني يعمل حقيقة ربما على عكس هذه السياسة. البريطاني يعمل على شرخ مجتمعي كامل حتى وإن ذهبت الأمور إلى تهدئة سياسية، لكن هذه النار التي تكون هي في العمق ربما يهيئ لها في أي وقت قادم للصدام الأهلي. اليوم للأسف الشديد شهدنا هذا الشرخ انعكس من المستوى السياسي للمستوى المجتمعي بشكل خطير جدا، ومعالجته يحتاج لها وقت حقيقة وانسجام واستقرار وما إلى ذلك. موضوع الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية وبشهادة السيد الصدر نفسه وقال في تغريدته أنهم لم يتدخلوا هذه المرة أبدا، يعني هو الرجل نفسه يعني أقر بهذا الموضوع ويتعامل مع الأزمة أفق مشروع حقيقة الخاص والشخصي، ويريد فرض الإرادة ولي الأذرع وتنفيذ مشروع الخاص بأن يكون القرار السياسي الشيعي حقيقة بيده. هذا ما يعني أن هناك عدة عوامل إقليمية مؤثرة تستفيد من إشعال الأزمة من خلال أدواتها المباشرة، ونحن رأينا الكرد وبالذات حزب الديمقراطية الكردستاني لم يتعامل مع الأزمة ومستوى الأزمة، وكأنه حقيقة يقف موقف المتفرج ومرتاح لما يحصل، خصوصا عندما تم مس القضاء. كذا الحال بالنسبة للسيد الحلموسي، أيضا لم يتعامل مع الأزمة، وهو اليوم هو رئيس السلطة التشريعية المفروض يكون في أول الحاضرين والمتواجدين، مع أول يوم وجدنا حقيقة غائبا ولم تسمع حقيقة له صوت، وحاول أن يمسك الأمور من المنتصف، وهذه مؤشرات ربما مؤشرات خارجية بأنه إذا ما احترق البيت الكبير أو ربما المكون الأكبر سيكون هو حقيقة في وضع مريح ربما في القادم، ويهيئ لهم لمشاريعهم الخاصة على المستقبل القريب. لكنهم تناسوا إذا ما اشتعلت هذه الشرارة لن تبقي على أحد، لا على مستوى الداخل العراقي ولا حتى على المستوى المنطقة. لكن أيضا عندي فقط كلمة أخيرة أريد أن أقولها، شنو هالمصادفات الغريبة؟ السيد الكاظم ذهب للأنبار تم احتلال مجلس النواب، السيد الكاظم ذهب إلى مصر تم اقتحام مجلس قضاء الأعلى، السفرة جاية وين وشنو وراها الله أعلم، لازم نعرف جدول الأعمال. رأس الجمهورية مثلا ما ندري، فخلي الجماعة شوية يقولوا لا تسافر هالفترة هاي، لا محافظات ولا دول. التفات لطيف أستاذ محمد، يعني المساحة الدولية مساحتك دكتور لما تكون هكذا فواعل. هسه خلينا نجي تدخلات الدولية ببلدان أخرى غير العراق، مصر، وحتى في زيارة السيد الكاظمي لما يروح ويفتتح بمعية رئيس السيسي ومجموعة رؤساء وزراء، يفتتحونهم يعني قرية في وسط الصحراء سياحية استثمارية، ويعبر عنها السيسي يقول ما صرفت ولا جنيه واحد، وقرية من 7 قرى كبيرة ومستثمرة وفي السياحة. بالتالي لما يذهب رئيس وزراء حضرتك ورئيس وزراء بلدان أخرى، أريد أعرف شو يقولون لنفسهم، يعني بصراحة يعني شو سووا البلدانهم بهيج حالة؟ تأثير الدول الخارجية على بلدان غير العراق، ليش يركزون على استقرار هذه البلدان وتأتي الصراعات إلى التجارة في الصراع داخل العراق؟ هي يعني هو الرجل رئيس الوزراء ما عنده شيء على المستوى الداخلي، إنجاز على المستوى الداخلي ماكو، ويبحث عن إنجاز على المستوى الداخلي بطريقتين، طريقة الشو اللي هي معروفة عندكم عند وسائل الإعلام ماذا تعني، وطريقة إنه هو الرجل يهرب إلى الأمام، يعني في سواء في تركيا سواء في مصر سواء للمملكة العربية السعودية سواء لكذا، على أمل أن يحقق لمنجز يمكن يستفاد من عدة في الداخل، فضلا عن أنه هو يمكن مو بعيد أنه يستقوي يمكن بالخارج على حساب الداخل في إطالة أمد بقائه في السلطة، يعني شايف شلون؟ وبالتالي أنه شو يقول لنفسه، يعني ما وصلنا لهالدرجة أنه يمكن نتنبأ انه شو يقول لنفسه، لكن بالمؤكد صانع القرار السياسي العراقي ما قدم تنمية، يمكن واني قايلها ويمكن ضيفك الكريم شاهد عليه في اكثر من مناسبة واكثر من فضائية، انه المنجز اللي يتحقق بعد 2003 عندنا الحشد
وعندنا الفتوى العظيمة للسيد السيستاني العظيم. وعلى المستوى المادي يعني، ودائما أقول هذا المثل اللي بقسوة جدا كبيرة يعني بحجم التريليون اللي انصرف من 2003 إلى الآن، تريليون دولار اللي انصرف، وهذا التريليون ساعة ما سوينا جرد عليه تبين أنه إحنا اشترينا نص قطعة بالثورة بالمدينة، شايف شلون؟ تريليون، هذا الإنجاز اللي صار عندنا. وإلا أسألك بالله شنو الإنجاز اللي صار يعني، يعني شو مو مستوى المال، مو مستوى الزمن اللي أنفق، مو مستوى التجربة، مو مستوى الوعود، مو مستوى آمال الناس وطموحاتها، مو مستوى الحدث، مو مستوى يعني مو بالمستوى، مو بالمستوى. زين يقول لك دكتور مصطفى عندك قسوة، أنا عندي قسوة لأن أنا ابن المجتمع. طيب أنا ما منفصل من المجتمع، ولما ننتقد أنا وغيري، زين الغرض من هذا الانتقاد هو خاف يا الوزير الفلاني، رئيس الوزراء سواء الحالي أو السابق أو السابق أو السابق، ما مصلي لكم رسائل، فإحنا دا نستخدم وسائل الإعلام في سبيل إيصال الحقيقة، لأن ما يصير أنتم تبيعون الوهم. زين من 2006 زين وحتى الآن، والمشكلة هذا الوهم له من يشتريه من القواعد الاجتماعية والشعبية، شايف شلون؟ وبالتالي إحنا أمام هذه الإشكالية يعني، يعني اللي راح يصير لها تقريبا عقدين من الزمن يعني، هذا مؤلم جدا، مؤلم مؤلم. وإلا شنو المنجز يعني؟ شوف هسه لما يتحدث مثلا يقول إحنا المباحثات الإيرانية السعودية، هي المباحثات قاطعة شوط وكذا، هم رايدين هم مكان يقعدون به وسطي، صار العراق هذا، شايف شلون؟ وإلا مو هذا المفروض، أنت المفروض تستثمر إمكانياتك كدولة، عسى إذا موجودة دولة، لأن أنا عندي وجهة نظر، نقول إحنا، أنا أقول إحنا ما قبل الدولة، إحنا ما قبل الدولة، لأن عندنا دويلات، عندنا دويلة الأليف، وعندنا دويلة الباء، وعندنا دويلة الجيم، وعندنا دويلة الدال، وهكذا، زين؟ وهم قضوا على مشروع الدولة، مو أنا وياك والمشاهدين والضيف الكريم. هم قضوا على مشروع الدولة لما صار كل واحد عنده فصيل، ولما صار عنده كل واحد هيئة اقتصادية، ولما صار عنده كل واحد إعلام وكذا وكينونة وكذا. وهو هسه هاي الهوسة كلها يعني، خلكم وياك شيء مستوى بالعراقي كما يقال، هذه لها أكثر من قراءة. قراءة يقول إنه التيار الصدري مثلا، التيار الصدري ما عادي عجبه إنه يكون جزء من السلطة والثروة مثل ما كان معمول فيه سابقا، يعني ب 2006 و 2010 و 14 و 18 هاي المحطات الأربعة اللي بالتاريخ ما بعد 2003، ما راد يكون انه 30% إلى 35% إلى، لا يقول لك هالمرة أنا ما عدت أرضى بهذه الحصة اللي كنتوا تطوني إياها، أنا لو كلها لو ما، شايف شلون؟ قراءة، قراءة وبها واقع. قراءة أخرى قبل ما تنتقل لضيفك الكريم، يقول لا هو عنده مشروع، وهذا المشروع وهذا المشروع يقول لك يصفر العدادات زين من جديد، زين ويقضى على هاي المؤسسات اللي بيها فساد وبيها كذا وبيها 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 وبيها، زين وهي زين. لكن ما حد يقول للتيار الصدري انه انت كنت موجود من 2006 ولحد الان. طيب وعندك، لا مو ضروري نوقف عند هاي المساله حتى نفتح الملف بكل تفاصيله. ايه دكتور، ننتقل الى الملف الاخر مع ضيوف الكرام. مشاهدي الاحبه بعد الفاصل نتابع من جديد، حياكم الله. المشهد السياسي بانعطافات وتحركات صار يتجه نحو التصعيد من قبل المحتجين اللي تمثلت بالتوجه الى القضاء، الاعتصام امام اسواره، وصفوه المراقبون بالخطوات الخارجه عن الاطر الدستوريه، حتى اعتلت محاذير المراقبين من التوجه الى مخاطر لا تحمد عقباها، خصوصا بعد التهديدات اللي انطلقت والتوعد بخطوات جديده في التحركات الراهنة. إذن مشاهدينا الأحبة، خلونا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. منعطفات كثيرة توقفت عندها العملية السياسية، وما زالت الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة الخضراء تحكم على المشهد السياسي بالانسداد والاستحواذ على ممتلكات الدولة، وآخرها يوم أمس حين أغلق المحتجون مجلس القضاء الأعلى بعد مبنى البرلمان، ف
فنصب الخيام والوصول إلى مقترباته إشارة واضحة إلى تهديد القضاء بحسب ما يراه المراقبون للمشهد السياسي. السلطة التشريعية تحت إرادة المحتجين أوقفت جلسات البرلمان لتبقى حكومة تصريف المهام هي المشرعة الأوحد في ساحة الحكم على البلد، أمر أدانته الجهات الرافضة لهذه الأعمال التي وصفوها بتحركات هدفها تعطيل جلسات البرلمان من المضي نحو تشكيل الحكومة، بالوقت الذي اعتلت أصوات المحذرين من تصاعد في حدة التجاوزات غير القانونية والوصول إلى هاوية الاقتتال الداخلي بين أبناء البلد. فتفاقم الأزمات يوما بعد آخر ينذر بخطر قادم وفقا لقراءات المشهد للمتخصصين، فبعد محاصرة المؤسسات الحكومية جاءت تهديدات بتحركات وخطوات مفاجئة وجديدة في العمليات السياسية. يقول المتابعون هذه تحركات أريد منها زيادة الضغط على الجهات المسؤولة بالتراجع عن تشكيل الحكومة المتزامنة مع استئناف جلسات البرلمان. ومن جملة المواقف السياسية أدانت بعض الجهات هذه التحركات التي وصفوها بالمخالفات القانونية وغير إصلاحية كما يريده المحتجون من أنصار التيار الصدري. أما الإطار الشيعي فقد حمل الحكومة الحالية مسؤولية التجاوزات والانتهاكات، رافضاً الحوارات مع التيار الصدري إلى حين الصف مع القوى التي تؤمن بالحلول السلمية لإصلاح العملية السياسية. وكذلك المجلس الأعلى أعلن موقفه برفض تعطيل القضاء العراقي، موضحاً عدم الصبر بانتظار أكثر لتعطيل البرلمان. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريمين دكتور مصطفى البهادلي والأستاذ محمد الحمد. أستاذ محمد، يعني بالجزء الأول حضرتك قلت كلمة أريد أتوقف عندها، قلت التيار يسبق الإطار بخطوة. هسه خلينا نجي على الخطوة الجماهيرية، خطوة التظاهرات والاعتصامات. لما يذهب التيار إلى الاعتصام والتظاهر أمام البرلمان ومن ثم أمام مجلس القضاء الأعلى، نلاحظ الإطار يعتصم أمام بوابة الخضراء حفاظا على مؤسسات الدولة. كيف تنظر إلى الخطوة السابقة والخطوة اللاحقة، أو الفعل وردة الفعل؟ شكرا جزيلا. أنا من قلت يسبق الإطار بخطوة، وأحيانا ربما بأكثر من خطوة، لأنه هو صاحب الفعل، والإطار يعتمد على أسلوب رد الفعل والصبر الاستراتيجي أو التكتيكي إن صح التعبير. وبالتالي بالتأكيد صاحب رد الفعل هو متأخر عن صاحب الفعل بخطوة أو خطوات، هذا الشيء واضح. خطوة التظاهرات كانت بالأساس إعطاء رسالة على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي أيضا. على المستوى المحلي بأنه دائما ما معروف أن التيار الصدري استطاع تحريك جماهيره متى ما شاء ويمتلك قاعدة كبيرة من الجمهور العراقي، فبالتالي كان على الإطار أيضا إثبات ذلك بأن الإطار أيضا يمتلك قاعدة جماهيرية لكنه يريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا يريد الذهاب إلى صدام وربما صراع على المستوى السياسي العراقي ومن ثم ينتقل إلى إلى إلى, إلى صراع مجتمعي أو ربما إلى صدام لا سمح الله. كذلك رسالة للخارج، نحن بناة الدولة، نحن حمينا الدولة بدمائنا وما إلى ذلك من خلال الحرب الأخيرة مع تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك رسالتنا هو أن نحتكم للقانون والدستور والحفاظ على المؤسسات الدستورية. هذا كان ما يريد إرسال الإطار. لكن ماذا بعد ذلك؟ ما هو المطلوب من الإطار بعد ذلك؟ الإطار يعرف جيدا أنه لا خلاص ولا طريق للخلاص من هذه الأزمة إلا من خلال عقد البرلمان جلساته. الإطار وافق على حل البرلمان، طيب كيف الآليات؟ الذهاب إلى البرلمان، تغيير الحكومة والمجيء بحكومة جديدة. إذا موضوع الصبر أنا أسميه استراتيجي أعتقد ما رح يأتي أكله كثيرا الآن، الاعتبار اليوم التيار الصدري خطواته أصبحت غير محسوبة، بالتالي أعتقد بعض قيادات تعيش حالة الهستيريا. شنو غير محسوب بها يعني؟ واضح من خلال تغريدته الأخيرة أستاذ أحمد، واضح من خلال تغريدته الأخيرة عندما رد على القضاء قال أنا أيضا أعلق اللجنة الانتخابية وبالتالي نترك الشعب هو يتصرف براحته. شنو معناته؟ شنو معناته؟ طيب أني اليوم أجد أخي بالمكون الأكبر الآن هو خصم سياسي سميه ما شئت، اليوم يريد، قال الدكتور مصطفى كلمة يريد كل شيء، هدف الآن ومشروعه بعد سحب نوابه هو يريد قلب الطاولة على المستوى الديمقراطي من خلال الشعب، لكن مع إبقاء الحكومة وإبقاء قانون الانتخابات والحصول على انتخابات مبكرة ليحصل على أكثر من 120 مقعد ليكون صاحب القرار الشيعي الأول. هو يريد
أن يعمل معهم حقيقة سياسة أكون أو لا أكون. فبالتالي تعامل الإطار كان تعامل بحكمة، نعم، كان تعامل بعقلانية، نعم، كل ذلك يشاد له كي لا نذهب إلى صدام، وهذا يعكس لك أنه أكو رؤيتين بالإطار مو رؤية واحدة. الرؤيتين ربما هي ضمن تبادل الأدوار، أنه فريق يؤكد على الثبات والالتزام بموضوع الدستور والقانون وكذلك المرشح، وفريق آخر يعطي نوع من المرونة بضرورة الذهاب إلى حوار بغية أنه ربك يعني يحصل انفراجه من الأمر، والطرف الآخر يعطيه نوع من الأمل بقضية الجلوس إلى طاولة الحوار. وهذا ما صار، رأينا على العكس بأن هناك تزمتا، هناك حقيقة تعنتا بالمواقف. فبالتالي ما على الإطار إلا الذهاب إلى موضوع إقرار الأمر الواقع ومن ثم يذهب إلى حوار إلى تفاوض، هذا بحث آخر. لأن موضوع حل البرلمان حتى وإن سلمنا بذلك يجب أن يمر عبر جلسات البرلمان وتغيير هذه الحكومة وتعديل قانون الانتخابات. والأهم من ذلك كله يا أستاذ أحمد، تعرف جنابك الكريم السنة القادمة ماكو ولا موظف يقدر يستلم راتب. ما عندنا قانون موازنة لا جديد ولا معدل، وممنوع قانونا استمرار توزيع الرواتب أو الصرف على واحد على 12 سنتين متتاليتين. فبالتالي أيضا الوقت ما عدنا، أمامنا تحديات كبيرة وأمامنا عناصر جاية تتفرج وتنتظر الصدام لأن تجد نفسها وقوتها بهذا الصدام، وبالذات رئيس مجلس النواب وتصرفاته، وبالذات تعاطي البارتي مع الأزمة بهذه الطريقة، وكذلك العامل الإقليمي المتمثل بالسعودية والإمارات الذي يغذون الفتنة بهذه الطريقة. فبالتالي على الإطار اليوم حقيقة أن يتعامل مع الأزمة ومستوى الأزمة، ومستوى الأزمة صبرت تعاملت مع الأمور بحكمة ومتروية، لكن للأسف أنه ما أتت أكلها، ألقيت حشتك، الآن الموقف القانوني معك، الموقف الدستوري معك، امضي ومن ثم حاور فاوض، هذه حقيقة مسألة أخرى. بالبداية دكتور مصطفى تحدثت حضرتك عن الرجالات والمناصب وقارنت مقارنة يعني راقية جدا. اليوم نلاحظ أنه مواقف رئيس مجلس القضاء الأعلى لربما فتحت شهية بعض الرجالات، رجالات الدولة، بأن يقفون موقفهم وما ينتظرون الإشارة حتى من رئيس سلطتهم. تعرض الأستاذ محمد الحمد على قضية رواتب الموظفين، وقبل قليل كان هنالك خبرا عاجلا بأن اللجنة البرلمانية ستستأنف يعني عملها وتكرس عملها لموازنة 23 ومعالجة قضية رواتب الموظفين. وهنا أيضا نتحدث عن الخطوة السابقة والخطوة اللاحقة، ولكن ليس على المستوى الجماهير، على المستوى السياسي. كثيرا ما دعا الإطار إلى جلسة للحوار، كثيرا ما قدم مبادرات، ولكن وصل إلى نقطة معينة قال حتى لو يعني هنالك دعوات للحوار ومبادرات من التيار فإننا لا نستجيب. ليش صارت هسه هذا أيضا متغير جديد في المشهد السياسي؟ يعني قصدك لماذا الإطار توقف عن حتى عن قبول المبادرات، يعني مو فقط يعني إصدار المبادرات، لكي لا أتهم أني وغيري، لكي لا يتهم أني وغيري والسيد على أنه أنتو شلون تهادون المعتدي أو مهادنة المعتدي كما يقال. يعني هو هيك دا يصير، عتب كثير يعني، هو انت تتقدم هذاك يتراجع، شايف شلون يعني تراجع عن يعني سياسه الفعل ورد الفعل. وبالتالي شلون يعني اما انا الموضوع ان ينتهي يعني هنا الجماعه يعني هي المشكله. احنا بالعراق ما عندنا سياسه على فكره، يعني سياسه بمعنى السياسه اللي احنا يعني اساتذه علوم سياسيه ندرسها واللي بكل العالم. احنا هنا بالعراق ما عندنا سياسه، عندنا شيء آخر يعني، وهذا الشيء الآخر تسميه لو ما تسميه، لا هو ما موجود. إحنا عندنا بالكتب، ما عندنا، زين شايف شلون. إحنا عندنا فوضى، عندنا يعني لي أدروا، عندنا ما أدري شنو، عندنا تقاسم غنائم، عندنا هاي مو سياسة، هذه مو سياسة. السياسة مو هالشكل، السياسة شيء آخر. السياسة التباري من أجل الأفضل، السياسة تنافس من أجل تقديم الأحسن، السياسة بناء، السياسة تقدم، السياسة عمران، السياسة إصلاح الأوطان والإنسان. هذه السياسة، ولا يعني بهذا الوضع، من أليف بقضه وقضيضه كما يقال، هو خطوة ارتدادية سلبية جدا على اللي كان موجود، سواء بال 2010، سواء موجود حتى بال 2018. وضعنا كان يمكن شايف شلون، بس مو بهالسوء مثل ما يقال. هذا على مود اكمل فكرتي قبل شوي اللي يعني جنابك قبل ما تبدا بالبارت الثاني.
انه اللي الرؤيه اللي دا يقدمها التيار الصدري انه خلينا نصفر العداد، مو سميتها انا هالشكل من جديد، ما دا يقول لنا شلون. هسه انا مو دفاعا عن النظام، يعني انا اكبر منتقد للنظام السياسي منذ 2000 من قررت اطلع بالاعلام لحد الان، منتقد ومنتقد لاذع يمكن جنابك تعرفني زين، لكن انه شنو البديل اللي عندي؟ بديل فوضى، بديل انه ما عندي قضاء، ما عندي سلطه تشريعيه، ما عندي نزاهه، ما عندي مفوضيه انتخابات، ما عندي قانون، ما زين. مو انت مدى تعطيني بديل مقنع على مود انا هم اروح وياك واتظاهر وكذا ويمكن ادعم البديل مالتك اذا كان مقنع زين. هذول كلهم تمت الاطاحه بهم، يقول فرض المحال ليس بمحال، صح؟ البديل شنو؟ ماذا افتهم؟ انا استاذ علوم سياسيه، ماذا يعني مندك بالشان السياسي، يعني مو ايش اسمه؟ مو طارق كما يقال، لا. زين؟ فلهذا اقول انتم يا 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 السائرون يا كذا، انتم تبعثون ترى رساله جدا الاخوان جدا جدا سلبيه للمجتمع العراقي، قلق المجتمع العراقي قلق، خاف واحد ما قال لكم اياها. زين، شلون امن على اطفال يروحون المدارس اذا ماكو مدارس؟ شلون امن اني اروح لجامعتي اذا ماكو طرق؟ صح لو لا استاذ؟ مو صحيح؟ شلون امن على بقيه مؤسسات الدوله اذا هي بدون قانون وبدون بدون وبدون وبدون؟ مو صحيح؟ يمكن هو تعطل، يعني جنابك يعني شيء بشيء يذكر، تعطل عمل السلطه القضائيه ايش قد 24 ساعه؟ 48 ساعه؟ 24 ساعة. ما عندك تصور صار بالمستشفيات، لان تدري جنابك انه اللي عنده وفاه العفو زين الله يرحم الموتى جميعا، انه يكون يتحررهم شهاده وفاه ويكون اكو وكذا زين اكو، فصار عندنا ارباك على على مستوى الصحه يعني في العراق. وبالتالي شنو البديل؟ شنو البديل؟ يعني زين هاي مسألة. المسألة الثانية اللي ضروري واحد يحكيها في وسائل الإعلام، أنتوا يا تيار يا أخوان يا كذا زين، أنتوا موجودين بالعملية السياسية صح؟ يعني أنا هذا ما أجيبه من 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 عندياتي كما يقول الحكومة الحالية مالت من؟ هسه مو أنا هم جاي، أنا دا أتحاسب من 2006 الحكومة الحالية مالت من؟ مالتي مالتك زين مضبوط مضبوط مليون بالمية زين. ومنو جاب السيد مصطفى الكاظم وشلون يجي؟ يعني هسه شلون هم يعني شلون هسه الحقائق؟ مو هسه وصلنا لمرحلة حكومة الاستعمار. هذا أنا اللي دا غير نعبر هاي الفقرة. 2006 و2010 و2014 و18 وما بعد. عذرا يا حبيبي، هسه اللي قدم مشروع اصلاح هو عنده تجربة الحالية صار له من حكومة الكاظم لحد الآن، شنو اللي قدموه؟ اكو شيء موقع اقدم حتى نقتنع مثلا بمشروع اصلاح قادم جديد مثلا؟ يعني النماذج السابقه شنو كانت؟ سواء انحدار كامل بكل مستويات الدوله، فساد ما له مثيل، والدليل وزيرهم وزير الماليه، وانت شفته شنو يتحدث استاذ محمد. هاي الفضيحه يعني الكبيره من تجي تسال هذا السؤال، يعني راح يقول لك انه احنا حاسبنا الفاسدين مالك. اخي ايش حاسبت؟ انت انطيني نموذج حقيقه حتى نقتنع بيك، انطيني على المستوى القاعده شلون؟ انت شنو ادواتك اللي قدم ليها حتى نقتنع؟ ادواتك على المستوى السياسي ما شاء الله معروفه لكل العالم، على المستوى قيادتها ونزاهتها وما الى ذلك معروفه، على المستوى القاعده الشعبيه انت جاي تصدر لنا ادوات حتى نقتنع بمشروعك، انطيني اداه على الاقل مقنعه على مود اكون جزء محاسبه الفاسدين. انا اسلم لك بالعشره، مو معناته احنا راضين على الاطار، الاطار عليه الكثير من حقيقه من الاشكالات. هذا مهم الحديث، هذا لكن تعاطيه مع الازمه تعاطيه بحكمه، هذا يخلي الناس تلجا الى الان لان يريد الحفاظ على مؤسسه الدوله، ما يريد يذهب الى الفوضى. يعني انه يعني على مود نحفظ الحديث سيدنا الله يحفظك. اسف جدا دكتور. لا العفو، احنا عندنا مثل عراقي يقول منهوب النص ما منهوب. مو ليش نقبل بهذا لا الموضوع؟ لا سيدي انت طرحت والله انا واقعي دكتور، يعني انا واقعي متألم. طرحت لنا قلت النموذج السياسي حتى ما موجود بالكتب، استاذ محمد خلي قاطع الدكتور، استاذ محمد لما السياسه الستاندر اللي بالكتب يقول لك انه تقدم تسويات، احنا من 2003 ترحيل ازمات، ما عندنا ازمه سويناها، لا كركوك ولا 140 ولا موازنه ولا وعدد ما شئت عدد، بالتالي سياسه الترضيات على حساب سياسة التسويات، ايش وقت راح نتخلص منها؟ ما تعتبر انه حتى هذه المبادرات ودعوات الحوار ايضا ضمن الترضيات، ايش وقت راح نسوي ازمات؟ انا راح اجاوب باختصار حتى الدكتور يكمل جملته، دكتورنا استاذنا الفاضل. انا قلت لك من البدايه هذه سياسه ام الولد اللي كنا نستخدمها، هذه المشاكل مجاملات وترضيات وما الى ذلك يجب ان تنتهي، لان العراق قدم دماء طاهره وزكيه، لا يمكن المجاملة بعد على حسابها، لا يمكن على حساب مجاملات وعلاقات سابقة خاصة
أنا حقيقة مش مائز منها على حساب دماء وكرامة بلد. يكفي عندك علاقة سابقة مع فلان وعلان، يكفي، انتصر لبلدك ولدمائك، وقدمنا شهداء وقدمنا قادة، يكفي هاي المجاملات. إذا عندك علاقات خاصة سابقة تاريخية ما تسميها أنت، هاي مشكلتك أنت. إذا عندك فائدة اقتصادية خاصة بك وفسادك، هاي مشكلتك أنت. انتصروا للناس وكافي، وقول عيب وكافي، وأنا أعتذر حقيقة لهذه الكلمة، لكن يكفي. الدقيقة الأخيرة لك دكتور مصطفى. العفو، يعني اللي أريد أقوله أنا هسام تيهت اللي بالي مليون كلمة. مو هي عندنا هاي التسويات والترضيات. سيدي شو وقت نسوي أزماتنا دكتور؟ سيدي يعني ثق راح أقول لك فتشي زين وشوي هم بيقسوة. الإطار والتيار راح يتفقون علينا كشعب في قادم الأيام. وقول دكتور مصطفى البهاد اللي حكاه، الإطار والتيار، التيار والإطار. والهم وكل الهم البقاء في السلطة وما تدره السلطة عليهم من مغانم. يتنفذ هذا الرأي أستاذ محمد؟ والله شوف، ما أريد أعمم، لكن أكو بعض الشخصيات أعتقد أخذت الدرس جيدا، وربما حقيقة تحاول ربما التعاطي مع الأزمة من جديد والبناء من جديد والانشغال بخدمة الناس. أعتقد لأن اليوم هذه وقتها نسميه وجودي، لا وكنا وأنا أو لا أكون، لكن البعض للأسف ما زال عقليته وتركيبته أنا ما أعرف حقيقة كيف أوصفها وأسميها، يقدم مصالح الخاصة على حساب حقيقة المصالح العامة، ولذلك أنا ما أريد أعمم. لغة التعميم أنا أسميها حقيقة ما أريد أذكرها الآن. لا إحنا نقول الأغلبية سيئة. لا مو 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 ردا على جنابك الكريم، عفوا، لكن إجابة للأستاذ أحمد. لذلك أكو أمل موجود في بعض الشخصيات الموجودة حقيقة أنه همها أكيد تجاوز الأزمة وبنفس الوقت الانتصار للشعب العراقي. مو الكل ما يريد ينتصر للشعب العراقي، والبعض الآخر ربما حسب تعاطيه مع الأزمة حتى ما يريد يتدي الأمور إلى صدام أو ربما إلى دماء، هذا اللي يخشاه. لكن البعض غير ذولا الاثنين، هذول اللي حقيقة اللي يتعاملون بمكر ودهاء من أجل مصالحهم الخاصة، ما يملك لربما شيء حقيقة حتى في البرلمان، لكنه يريد العودة مرة أخرى للمشهد بأي صورة كانت. هذا اللي حقيقة أيضا من خلاله ومن خلال بعض أدواته أيضا تحاول حقيقة عرقلة المشهد. الإطار التنسيقي رغم اللي قدمه الآن، وإحنا عندنا ملاحظات كثيرة على أدائه ومشاكل حقيقة أيضا كثيرة، واللي أيضا واحدة من أهمها نختار الشخصيات المناسبة في كل مرحلة. نعم هذا صحيح، ولكن اليوم على الإطار أن يفتح صفحة جديدة في الانتصار للناس، الانتصار للدولة. اليوم طلع الناس حماية الدولة، أهم شيء بحماية الدولة فرض القانون وانعدام المجاملات. أثبتونا أنكم رجال دولة، أنه يكفي مجاملات، وامضوا بموضوع الدستور والقانون، وستجدون كل الناس حقيقة ستلتف حولكم. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والصحفي الأستاذ محمد الحمد لإقراءة الحديث، وشكر كثير حضرتك الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلوم السياسية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، وأكيد للحديث بقية وتتمة في أمان الله.